أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وفيه تتابعون. في الجزائر استمرار أشغال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، والهدف توحيد صوت القارة في الهيئات الأممية. أوبك بلاس تتفق على زيادة إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا جانفي المقبل، وأسعار الخام تخسر 3 دولارات. مراكز انتخابية في ليبيا تتعرض إلى خروقات أمنية، وسيف الإسلام القذافي يعود إلى السباق الرئاسي. واشنطن تدعو موسكو إلى خفض التصعيد في دونباس، وروسيا ترفض انضمام أوكرانيا للناتو. وفي النشرة أيضا، العالم يتجه إلى تشديد الإجراءات لمواجهة المتحور الجديد أوميكرون. إلى التفاصيل، انطلقت أمس الخميس بولاية وهران غرب الجزائر أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، ويبحث المشاركون على مدار 3 أيام في هذه الندوة التي تعرف مشاركة مسؤولين رفيعين في الاتحاد الأفريقي عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية. هذا وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة أن الندوة الثامنة لمجلس السلم والأمن المنعقدة بالجزائر تهدف إلى أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد في مجلس الأمن لتكون قادرة على التأثير على قرارات هذه الهيئة الأممية أو أي هيئة أخرى. The theme of this seminar. موضوع هذه الندوة يضمن الدعم اللازم للأعضاء في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، وهو موضوع هام وواضح ويترجم مساعينا لمضاعفة المجهودات لجعل صوت إفريقيا أقوى على المستوى الدولي وللتأكيد على أن مجهوداتها تحظى بالتقدير، كما أن اهتمامها الأول النجاح الاستراتيجي. وفي هذا السياق أنا سعيد بالتنويه أن التزامنا الجماعي بدأ يعطي ثماره. In this context, I'm delighted to note that our collective engagement has started to bear fruit. اتفق وزراء التحالف أوبك بلاس أمس الخميس على استمرار زيادة الإنتاج التدريجية بمقدار 400 ألف برميل يوميا جانفي المقبل دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي في الوقت الحالي. وقرر الوزراء أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد انتظارا لمزيد من تطورات جائحة كورونا ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر. على خلاف كل التوقعات والتسريبات، تحالف أوبك بلس يثبت سياسته الإنتاجية بالاتفاق على ضخ معروض نفطي إضافي بواقع 400 ألف برميل يومياً الشهر المقبل. كما أن ظهور المتحور الجديد كذلك بعض الإجراءات لوضع الكميات واستعمال الكميات المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط، اتضح لنا أن السوق مرنة وأساسية السوق مرنة، فلهذا كان اتفاق على مواصلة تمديد السوق، مواصلة تمديد السوق بكمية إضافية في شهر جانفي ب 400 ألف برميل في اليوم. حصة الجزائر من هذه الزيادة هي 10,000 برميل باليوم لتصل 972 ألف برميل باليوم. في قرار يبدو مفاجئا للكثير من المتابعين الذين توقعوا دقائق قبيل اجتماع كبار المنتجين بتوجه الكارتل النفطي للتخلي عن سياسته الإنتاجية تحت ضغط المتحور الجديد وضغوط كبار المستهلكين بقيادة واشنطن. غير أن التحالف النفطي فضل أن يبقي اجتماعاته مفتوحة فيما يبدو احتمال عقد اجتماع استثنائي قبل لقائه العادي المحدد في 4 جانفي المقبل، رسالة يبدي عبرها التحالف استعداده لإقرار تعديلات فورية على سياسته الإنتاجية.
قررنا أننا نبقى في مراقبة السوق، وإذا اقتضى الأمر نتدخل في أي لحظة لكي نرجع للسوق توازنه، ونبقى دائما في مراقبة السوق في المونيتورينج اللي رانا نعمله فيه مع كل بلدان الأوبيك والأوبيك بلس لأجل موازنة السوق في النفط. تحت شعار التريث، فضل كبار منتجي النفط في العالم مواجهة مؤشرات تراجع أسواق الخام في انتظار الكشف عن تفاصيل التحقيقات الوبائية الجارية بشأن خطورة المتحور الجديد وتداعياته على الطلب العالمي. قرار زيادة الإنتاج يبدو رسالة حسن نية يطلقها التحالف في مواجهة دعوات تجنيب الاقتصاد العالمي، انتكاسة جديدة في ظل التعافي الهش بعد نحو عامين من آثار أسوأ جائحة صحية تعصف بالمعمورة منذ نحو قرن. وعقب القرار انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ وفقدت 3 دولارات في تداولات متقلبة، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3% لتصل إلى 66 دولارا للبرميل قبل أن يقلص خسائره إلى 68 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% لتصل إلى 62 دولارا للبرميل. هذا التذبذب سيستمر إلى أسابيع قادمة ولن نشهد استمرار. طبعا العبرة في أسواق النفط هي السعر، حينما يصل إلى سعر معين هو ليس الوصول إلى هذا السعر سواء مرتفع أو منخفض، ولكن الاستمرار الفترة في هذا السعر، هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة، دعني أوضح نقطة إن سمح لي الوقت نصف دقيقة، وهي تفضل. أنه النفط حاله حال كافة المعادن والمنتجات الأخرى ارتفعت، والوضع بعد جائحة كورونا لن يكون مشابها إلى قبل كورونا، ولذلك لا يمكن اعتبار 80 دولار هي أسعار فلكية كما كانت في السابق. في شأن آخر، أشارت مصادر إعلامية بوركينابية إلى أن واغادوغو طلبت من الصين رسميا دعمها ضد الإرهاب، حيث لم تفوت فرصة انعقاد مؤتمر التعاون الإفريقي الصيني المنعقد خلال الأيام الماضية لتطلب الدعم الصيني العاجل. وكان ذلك حسب ذات المصدر محور المحادثات بين وزير الخارجية البوركينابي ألفا باري ونظيره الصيني وونغي، حيث أكد الطرف الصيني على إسراع بلاده في إرسال معدات عسكرية تعهدت بها لبوركينا فاسو. أظهرت مقاطع فيديو لحفل رسمي أقيم خلال الزيارة الأخيرة لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيلي غانت إلى الرباط، احتفاء خاصا بضيف النظام المغربي الذي تعدى تحالفه مع الكيان الحماية الأمنية التي تطلبها المملكة إلى طمس الهوية الدينية والتقاليد الاجتماعية للشعب المغربي. الحفل الذي يظهر فيه وزير الكيان منتشيا بأنغام وطقوس حفل خاص باليهود يتزامن مع ادعاءات نظام المخزن بأنه سيكون حاميا ومدافعا على حقوق الشعب الفلسطيني. في ليبيا، وقبل نحو 4 أيام عن موعد الإعلان عن المتنافسين الرسميين للانتخابات الرئاسية، تعود الخروقات الأمنية لتلقي بظلالها على المشهد العام في وقت تتواصل معارك الطعون والبت فيها بين المترشحين والهيئات القضائية. وأفادت مصادر إعلامية داخلية بأن محكمة سبها قضت الخميس بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي. لا تمر تطورات سياسية في ليبيا إلا وتقابلها أوضاع ميدانية تأتي لتهدد بنصف ما تم تحقيقه، فبمجرد اتضاح الخارطة الانتخابية لرئاسية 24 ديسمبر تعلن مفوضية الانتخابات الخميس تعرض عدد من مراكز توزيع بطاقات الناخبين إلى خروق أمنية موازاة مع تعرض مراكز انتخابية لسطو مسلح وسرقة بطاقات الناخبين. انحراف يطرح من جديد مخاوف بشأن مستقبل العملية الانتخابية في ظل مشاكل وصعوبات تواجهها المفوضية لم تخفها عن المجلس الرئاسي ضمن لقاء جمع نائب رئيسه موسى الكوني مع رئيس الهيئة عماد السايح.
إبداء القلق من الظروف المحيطة بالاستحقاق الرئاسي في ليبيا، وإن كان معطى بارزا ضمن استقالة المبعوث الأممي يانكوبيتش، فإنه يعزز القناعة لدى رئيس مجلس الأمن الدولي بأن شروط إجراء انتخابات ترقى إلى التطلعات لم تتحقق بعده، خاصة في ظل استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب مع غياب القدرة على إعادة توحيد القوات العسكرية. نبرة تشاؤمية قابلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بإعلان توجهها إلى تركيا وروسيا لبحث ملف إخراج المقاتلين من الأراضي الليبية، وهما أبرز الأطراف المعنية بشكل مباشر بهذا الملف. وأمام التطورات الميدانية الحاصلة، لا تبرز معطيات واضحة أيضاً حول قدرة ترجمة تلويحات فرض عقوبات على معرقلي مسار دعم الاستقرار في ليبيا إلى إجراءات ملموسة من شأنها المساهمة في فرش البساط أمام موعد الانتخابات. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين أن جر أوكرانيا وإقحامها في اللعبة الجيوسياسية الأمريكية ستترتب عنه عواقب وخيمة. من جانب آخر، قال أنتوني بلينكين إن روسيا هي التي يقع على عاتقها تخفيض التوتر الحالي، مشددا على أن واشنطن مصممة على دعم أوكرانيا. الأزمة الأوكرانية تعكر صفو العلاقات الروسية مع دول حلف الناتو مجددا، وسط تحذيرات موسكو من تصعيد الناتو على الحدود الأوكرانية وتهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها في حال هجومها على كييف. في ظل الأجواء المشحونة بين الطرفين والتوترات الحاصلة على الحدود الأوكرانية الروسية، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين ونظيره الروسي سيرجي لافروف على انفراد لبحث الأزمة الأوكرانية على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الذي عقد بستوكهولم بمشاركة 50 دولة. وطالب واشنطن وحلف الناتو بتقديم ضمانات أمنية وقانونية على الحدود. إقحام أوكرانيا باللعب الجيوسياسي الأمريكي عواقبه ستكون وخيمة. وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين أكد تمسك واشنطن وحلف الناتو بخيار العقوبات في حال هجوم موسكو على أوكرانيا. روسيا هي التي يقع على عاتقها دور تخفيف التوتر الحالي، واتفاقية مينسك هي مسار حل الأزمة في أوكرانيا. هناك لقاء مباشر مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والروسي يتوقف على خطوات وقف التوتر من الجانب الروسي. واشنطن مصممة على دعم أوكرانيا ووحدة ترابها. وبحسب مراقبين، فإن هاجس وقلق موسكو بضم أوكرانيا لحلف الناتو يتزايد في الآونة الأخيرة، خوفاً من انضمام أوكرانيا للحلف واقتراب قوة الناتو من حدود بلاده. قدمت إيران أمس الخميس للقوى الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مسودتين بشأن رفع العقوبات والالتزامات النووية. بالمقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال اجتماع في ستوكهولم إن واشنطن لن تقبل بالأمر الواقع الذي تريد إيران فرضه فيما يخص الاتفاق النووي. في رابع يوم من محادثات فيينا للملف الإيراني النووي، تركز النقاش حول نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني، حيث قدمت طهران في الصدد مسودتين إلى بقية الأطراف. الأولى تركزت على نظرة إيران حول رفع العقوبات، والثانية حول الإجراءات النووية الإيرانية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باغير في هذا الصدد: قدمنا لهم مسودتي مقترحين يحتاجون بالطبع لدراسة النصوص التي قدمناها لهم. إذا كانوا مستعدين لاستكمال المحادثات فنحن في فيينا لاستكمالها. وزير الخارجية الأمريكي بلينكين أشار أن واشنطن ليست متفائلة كثيرة بشأن المفاوضات، لكن الأوان لم يفت بعد، وبأن كل ما يمكن لإيران القيام به هو وقف برنامجها النووي، الأمر الذي كانت قد رفضته طهران مشترطة في بداية الجولة ضرورة رفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تسليط أخرى جديدة.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أكد أن المباحثات تسير في الطريق الصحيح، وبأن رسالة طهران كانت واضحة بأنه لا تجميد للنشاط النووي خلال هذه المفاوضات، غير أن الدول الغربية لم تخفي توجساتها، خاصة بعد صدور تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة أكثر تطورا للطرد المركزي في منشأة فوردو بدرجة نقاء تصل إلى 20%. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اعتبر من جانبه أن اتفاقا حول برنامج بلاده النووي هو في متناول اليد، لكنه مرتبط بحسن نوايا الدول الغربية. بدأت عديد الدول اتخاذ إجراءات جديدة جراء مخاوف اتساع رقعة متحور أوميكرون، وقالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 56 دولة فرضت تدابير تتعلق بالسفر في مواجهة المتحور الجديد. تأهبوا للأسوأ وتمنوا الأفضل، بهذا دعت رئيسة المفوضية الأوروبية دول الاتحاد إلى التسريع في توزيع الجرعات المعززة للحماية من متحور أوميكرون الذي تغلغل في القارة الأوروبية ليصيب أزيد من 70 شخصا في 13 دولة آخرها فرنسا لحد الآن، ووصلت حتى إلى الدول العربية حيث شهدت كل من السعودية والإمارات إصابات بهذا المتحور. 62% من حالة الإصابة بأوميكرون متواجدة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا، حيث تضعف الدول هناك من الإجراءات للكشف عن انتشار السلالة الجديدة، التي اعتبرت مديرة المركز الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية أن الاكتشاف والإخطار في الوقت المناسب للمتغير الجديد قد أكسب العالم مزيدا من الوقت. اللجنة العامة للتنمية العلمية والتكنولوجية بدأت بتطوير لقاح مضاد لأوميكرون حسب ما أشار له رئيس اللجنة، ورغم دعوة منظمة الصحة العالمية العالم إلى عدم تهويل الوضع وتجديد إجراءات الغلق، إلا أن الكثير من الدول الأوروبية سارعت إلى ضبط الحدود وحظر السفر إلى إفريقيا الجنوبية مع الصرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية. في موضوع آخر، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تأسيس صندوق للتضامن مخصص للرعاية الجزائريين المتوفين في الخارج. بيان الوزارة الأولى الجزائرية أوضح أن الخطوة تأتي في إطار التكفل بانشغالات الجالية وتكريس مبدأ التضامن الوطني. تتواصل بالعاصمة القطرية الدوحة النسخة 11 لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية. المهرجان يتواصل إلى غاية 18 ديسمبر الجاري، ويضم باقة متنوعة من المسابقات والعروض البحرية إلى جانب عديد الأنشطة والفعاليات التراثية المميزة. وأنت تمشي على شاطئ كتارا بالدوحة القطرية ينتابك شعور بالانتقال إلى عالم مغاير، وكأن الزمن عاد بك إلى الوراء لعشرات السنين، فيتراءى لك أهل قطر قديما وهم على أهبة الاستعداد لإطلاق سفنهم بحثا عن اللؤلؤ أو لصيد الأسماك. هذه الأجواء هي جانب من فعاليات مهرجان المحامل التقليدية في العاصمة القطرية، ويشهد مشاركة 9 دول إلى جانب قطر، هي الكويت، سلطنة عمان، السعودية، العراق، إيران، اليونان، الهند، زنجبار وتركيا. وتتميز النسخة 11 بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تمثل لوحة تراثية حية تعكس تراث الأجداد، والهدف إحياء المخزون الثقافي والموروث الشعبي والتعريف بكافة تفاصيل الحياة البحرية في الماضي الأصيل والمحافظة عليها. وتحضر الفنون بقوة في المهرجان من الفرق الشعبية التي تقدم عروضها تجوالا في أرجاء المهرجان بكتارا، كما تشتمل الفعاليات على معارض المقتنيات التراثية البحرية للدول المشاركة والأجنحة الخاصة للحرف اليدوية التقليدية وورش صناعة السفن والأدوات البحرية القديمة، بالإضافة إلى المسابقات البحرية التراثية. جدير بالذكر أن الطبعة هذه تتزامن مع احتضان الدوحة لكأس العرب 2021، وهي سانحة لضيوف الدولة والسياح للتعرف على تفاصيل التراث القطري والخليجي.
ختم النشرة، شكرا لكم، في أمان الله.